البحرين كل مساء. لقاء مع شخصية هذا المساء. أما الآن مستمعينا الكرام، نقف مع هذا اللقاء مع الأستاذ غازي عبد المحسن، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمجلس النواب، وحديث حول تشكيل لجنة التواصل المجتمعي. مساء الخير أستاذ غازي، وأهلا وسهلا بك في البحرين كل مساء. مساء الأنوار أختي آلاء، وشاكر لكم على إتاحة هذه الفرصة للحديث بشكل مختصر عن لجنة التواصل المجتمعي التي شكلت بناء على قرار هيئة مكتب مجلس النواب هذا الشهر. شكرا. نعم طبعا، يعني يسعدنا أيضا بالوقفة المستمعين. يسعدنا هذا اللقاء وهذه الوقفة. أستاذ غازي، يعني بناء على قرار هيئة مجلس النواب بتشكيل لجنة التواصل المجتمعي، لو تطلعنا والجمهور الكريم وتعطينا فكرة عن هذه اللجنة. أولا تحية لك أختي آلاء وللأخوة المستمعين مستمعي إذاعة البحرين، هذه الإذاعة العريقة في وسط هذا الموج المتلاطم من الأثير الإذاعي في محيطنا الخليجي العربي. وطبعا لا يغيب عنكم أن معالي رئيس مجلس النواب قد أصر على أن يكون هذا المجلس مجلس إنجاز وتنمية. نعم. وهو مصر على أن يكون هذا المجلس هو مجلس الإنجاز والتنمية، من خلال أيضا التواصل المجتمعي، ومن خلال بث الروح الجديدة في مجلس النواب وفي الأمانة العامة لمجلس النواب. من خلالها أصر معاليه على أن تكون للأمانة العامة وأن تكون لمجلس النواب فرصة جديدة للتواصل مع جميع مؤسسات المجتمع المدني والشباب والمراكز الشبابية والأندية، ولذلك جاء هذا القرار مساندا لتوجيهات معالي. وأنشئت هذه اللجنة بقرار من هيئة مكتب المجلس، وهي أعلى هيئة تتخذ القرار في مجلس النواب والسلطة التشريعية في مملكة البحرين، وطبعا لأهداف التواصل المجتمعي ونشر الثقافة البرلمانية والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الشباب وفئات المجتمع بكافة أطياف هذا المجتمع الكريم في مملكة البحرين أختي آلاء. نعم جميل. برأيك أستاذ غازي، يعني ما هو دور وسائل الإعلام في إيصال أهداف هذه اللجنة؟ طبعا نحن نعول كثيرا على وسائل الإعلام أختي آلاء. لن نستطيع أن نصل إلى الجمهور إلا من خلال وسائل التواصل، وبالذات الإذاعة والتلفزيون يعاضدها في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة من تويتر وفيسبوك وما شابه إلى ذلك. نحن نعول كثيرا، نحن أيضا سيجدنا المستمع وسيجدنا مشاهد مستمع إذاعة البحرين ومشاهد تلفزيون البحرين أيضا نتواجد من خلال هذه وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، سيسمعنا من خلال صباح الخير يا بحرين. سيجد صورتنا إن شاء الله في تلفزيون البحرين. سيجد إنجازات مجلس النواب التي تواصلت خلال 12 عاما سيجدها، وهو واجدها بالتأكيد، ولكن نحن نريد أن نسلط الضوء. صحيح. نريد أن نفتح نافذة جديدة على مجلس النواب، نريد أن نفتح نوافذ جديدة على مجتمعنا البحرين. مجتمع البحرين بحاجة أن يتواصل مرة أخرى وبصورة أشد مع مجلس النواب. نريد أن نراه حضورا في مجلس النواب، يحضر هذه الجلسات، نريده أن يتفاعل. لا نريد من الناخب فقط أن يرمي ورقة التصويت وتنتهي وينتهي دوره هنا. لا. نريد أن يشارك، نريد حتى أن يقف محاسبا للنائب الذي انتخبه. ماذا فعلت؟ ماذا قدمت من مقترحات؟ أنت دورك رقابي وتشريعي. جميل. ماذا قدمت في هذا المجال؟ نريد أن نزيد من هذا الوعي لدى المواطن البحريني. المهمة كبيرة أختي، المهمة إن شاء الله ليست بالصعبة علينا. نحن نمتلك كفاءات كبيرة في لجنة التواصل المجتمعي. لجنة التواصل المجتمعي مكونة من مدراء إدارات وأخصائيين ورؤساء أقسام، أيضا هؤلاء سندنا في إيصال صوت
مجلس النواب إن شاء الله إلى كل فئات مجتمع مملكة البحرين. نعم، وأكيد كما ذكرت يعني ما يقوم به مجلس النواب واضح وجلي لكل مواطن ومقيم على أرض هذه المملكة، ولكن وصول هذه الإنجازات لكل شخص باختلاف مستواه وعمره، كذلك كما ذكرت الشباب معنيين، كل مواطن. نعم، كل مقيم. حتى المدارس والجامعات اختيالها. حتى المدارس والجامعات سيجدون الطلاب. نعم، هل هناك خطة معينة يتم السير عليها، توزيعها لإيصال هذه الإنجازات؟ بلا شك، طبعا لجنة التواصل المجتمعي لن تترك الأمر للصدفة. لجنة التواصل المجتمعي ستقر الآن مادة علمية سوف تسير عليها كخطة طريق. نعم، لكيفية التواصل ستكون هناك لكل فئة خطة للتواصل المجتمعي مع للمدارس، للجامعات، للأندية والمراكز الشبابية، لفئات المجتمع، حتى الجسم الثقافي والأدبي والمسرحي اختيالا. نعم، والإعلامي ستكون له حظوة في هذه الخطة. نحن بدأنا الاتصال، نحن نصر على أن تكون النخب الثقافية والنخب الأدبية أيضا على اتصال دائم مع مجلس النواب، نحن نريد مرئياتها. والإخوان الأدباء والمثقفون والإعلاميون يستمعون إلي الآن. هذه دعوة مباشرة لهم بالتحديد. نعم، للأسف الشديد الأستاذ غازي يعني يفصلنا أقل من دقيقة عن موجز الثامنة، حديث شيق ورائع، والرسالة أكيد وصلت للجميع. لقاء آخر لقاءات إن شاء الله أخرى. الأستاذ غازي عبد المحسن، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.